نحن الثورة. اللي قاعدة قدامك بوجهك هي رمز للثورة بكل تواضع. يعني ما فينا نوصل على 2017 وننسى تضحيات اللي ضحوا قبل. على كل حال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ورح نشوف يعني عند التركيبة الحكومية قديش رح يكون في تسهيلات تعطى للرئيس ميقاتي لم تعطى للرئيس الحريري. ممكن هذه الحكومة تكون حكومة الفراغ، تعبية الفراغ، ملء الفراغ بالمرحلة الانتقالية في حال عطل حصول انتخابات نيابية. اللي ظهروا من المجلس النواب شو عملوا؟ شو حققوا؟ شو نفذوا؟ ما بنستعمل البروباغندا، تركناها لغيرنا. نسترون نراهن نحن ما عم نعمل شيء تجاه التيار، التيار هو عم يعمل بنفسه. وشوف التيار كم قسم صار، مش نحن فرطعنين كما يقال. بس البعض بيقول انه انتو ضربتوا صورة جبران باسيل، القوات هي من ضربت صورة جبران باسيل. منه بحاجة لحدا يضرب له صورته، لانه هو اختصاصي بهيدا الموضوع. وصرت قايلتها اكثر من مرة، من اراد الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه. مستعجل على كل شيء، بده يهبش الدنيا كلها قبل وقتها. هو اللي كان عم يحرق المراحل كلها، وبدل ما يشتغل يمكن لينجح العهد، وبعدين اوتوماتيكيا يمكن يقدر يوصل يكون من الاسامي المطروحه لرئاسه الجمهوريه، حرق حاله على الطريق. مرشحه للانتخابات النيابيه ماشي. هذا قرار يعني بكير، بعد الحزب بعد ما قرر عمله، يعني بعد ما لكن اكيد في اجواء المحادثات كلها ما في تسميات نهائيه. انا شخصيا بقول لك انه بهاي المرحله الحاليه ماني كثير محمسه. الضائقه الاقتصاديه اللي عم نعيشها بلبنان، يلي في فريق متهم بانه هو تسبب بها بشكل كبير من خلال سياساته ومن خلال الحصار يلي تسبب فيه على لبنان، ألا وهو حزب الله وأخذ لبنان إلى المحور الإيراني. أنا ما بيشرفني أبداً كون حليفي لحزب الله أبداً، ولا بأي طريقة. نحن محافظين على عمقنا العربي وعلى علاقاتنا الجيدة مع كل المحيط تبعولنا، وهيدا العمق تبعنا. العمق تبعنا أكيد منه المحور الإيراني، بأكد لك هيدا 100%.